السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنشوف محاضرة الـ Integumentary System اللي هو السكان. السكان ده طبعا قبل ما نشوف تركيبه نشوف هو ربنا خلقه ليه، ايه الـ General Function بتاعته. از جنرالي كده هو السكان ده معمول عشان يعمل لي بروتكشن لكل الـ Internal Organs و Viscera أو السيستمز. عن طريقه بيحصل اكسكريشن للسويتس اللي بتساهم في الريجوليشن بتاع البودي تمبريتشرز. زي ما احنا عارفين لازم بيتكون فيتامين دي، السكن بيساهم في تكوين فيتامين دي، ودي عارفينها لما بنقول ان احنا لو في حد عنده فيتامين دي ديفيشنسي بيتعرض للشمس اكتر علشان تعمل استيميليشن للايه فورميشن فيتامين دي عن طريق السكن. في طبعا زي ما قلنا في النيرفس تيشو في ريسبتور، والريسبتورز دي مهمة عشان السنسيشن، واهم حاجة هنشوفها النهاردة كمان الزيادة اللي هو بيبقى لوك ميديكوليجال امبورتانس، يعني اهمية بتوع الشرعي والاي دي والكريمنالز عن طريق ان هو بيبقى فيه فينجر برينت. طيب انا عندي تو تايبز من السكين، في سكين اسمه سيك سكين وفي سكين اسمه ثين سكين. هناخد تركيب السيك سكين وبعد كده نشوف ايه الفرق بينه وبين السين سكين. السيك سكين دوت اللي هو بيبقى موجود في البالم وفي السول، ده المكانين الوحيد بتاعه البالم والسول، ده من اسمه بيبقى فيري سيك. هو بيتكون من ايه؟ بيتكون من ابيسيليوم، وزي ما قلنا الابيسيليوم بتاعه ده الموست بروتكتيف تايب اللي هو الستراتيفايد سكويماس كراتينايزد ابيسيليوم. وبعدين تحتيه احنا اتفقنا مفيش ابيسيليوم في الدنيا لما يكون تحتيه كونكتيف تيشو، تحتيه كونكتيف تيشو. يبقى السكين كده هو عباره عن ايبيثيليوم وكونكتيف تيشو. الايبيثيليوم ده هنسميه ايبيديرمس والكونكتيف تيشو هنسميه ديرمس. يبقى انا عندي السيك سكين لما اقول بيتكون من ايه هيتكون من ايبيديرمس اللي هو ستراتيفايد سكويماس كيراتينايزد ايبيثيليوم، وده فيه خلايا بتشارك في تكوين الكرياتين بسميها كيراتينوسايتس، ودي حوالي 85% او اكتر شويه، لكن حوالي 15% دي نون كيراتينوسايتس. يعني ايه؟ يعني لها اذر فانكشن غير ان هي بتكون لي الكيراتين اللي موجود في الاستراتيفايد سكويماس كيراتينايز تايب. هي عباره عن 5 لاير. اول لاير ماسك مع البيزمنت ممبرين بقول عليه ستريتم بيزال. يعني ايه ستريتم؟ يعني لاير، بيزال يعني على البيزمنت ممبرين. يبقى اول لاير عبارة عن كولامنر سيلز زي اي ستراتيفايد سكويماس، بيبتدي الاول على بيزمنت ممبرين كولامنر ابيسيل، يبقى ستريتم بيزيل، وده بقول عليه جيرمنال لاير. يعني ايه جيرمنال لاير؟ يعني هو ده اللايرز اللي بيحصل فيه ميتوتيك ديفيجن، ولو في اي خليه حصل لها ديسكورميشن او ابوبتوزس او مشيت يعني ماتت هو اللي بيحل محلها. طيب تاني جروب من الخلايا اكتر من لاير اسمها ستريتم سباينوزم، ودي بيسموها سباينوزم لان هي زي ما هوريها لكم في صوره تانيه، وزي ما قلنا في المحاضره في المعهد ان هي بتبقى ماسكه مع بعض بجنكشن، والجنكشن دوت بيبقى طالع منها عامل زي السباين زي الشوكه فسموه ستريتوم سباينوزم. اللاير الثالثه فيها شويه جرانيولز فبيسموها ستريتوم جرانيولوزم. اللي بعد كده بتبقى ستريتوم ليوسيدم، حاجه كده ايه هوموجينياس نون سيلولار وبتبقى فيري ثين اسمها ستريتم ليوسيدم. اخر طبقه اللي هي الكرياتين اسمها ستريتم كورنيا. يبقى انا عندي ستريتم بيزال، ستريتم سباينوزم، ستريتم جرانيولوزم، ليوسيدم اند كورنيا. طيب الطبقات دي بصوا ادي اهوت، شايفين ادي الايه ده كل ده ستراتيفايد سكويماس اللي لونه غامق ده. البيزمنت ممبرين شايفينه عامل ازاي؟ طالع ونازل ويفي كده الريجولار. يعني كل اللي فوقه ده ابيديرم واللي تحته ده ديرمس. طيب الابيديرم بقى اول لاير هتقابلني هنا اسمها ايه ستريتم بيزيل على البيزنت مبري، بعد كده مجموعه من اللاير هتبقى اسمها ستريتم سباينوزا، بعد كده يبتدي طبقه دي اللي هي فيها الجرانيولز اللي هي لونها غامق شويه اهي ستريتم جرانيولوزم، بعد كده الليوسيدم بتبقى رفيعه قوي ممكن ما تبانش في الفيلد من انها كومبريست، اخر طبقه اللي هي الايه الستريتم كورنيا. شايفين الكرياتين قد ايه لان ده سيك سكن. طيب الكونكتيف تيشو اللي تحته بقى بقول عليه ديرمس. كونكتيف تيشو عباره عن تو لايرز بيقسموها لتو بارتس. الجزء اللي داخل في تجويف البيزمنت ممبرين ده
اللي هم بيقول عليه البابلي، الديرما البابلي، بيقول عليها بابيلاري لاير اوف ذا ديرمز. يبقى دي اسمها بابلي، ابيديرما البابلي اللي جايه الحمراء دي، لكن اللي داخل جواها اسمه ديرما البابلي او بابيلاري لايرز اوف ذا ديرمز. ده الجزء اللي هو الاكسترنال، وده بيبقى فيه طبعا اهم حاجه ان فيه فيسلز فات كابيلاري عشان نيوتريشن وكونكتيف تيشو عادي. تحتيه بقى ببص الاقي ايه، مور فايبرس، وبالذات الريتيكولار فايبرز، فبيسموه ريتيكولار لايرز. طيب الديرمز دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها بقى ايه، الجلاند اللي هتفتح لي لفوق. لو انا في السيك سكين هيبقى فيها سويت جلاند، احنا بنتكلم على السيك سكين دلوقتي، السيك سكين فيه سويت جلاند. طيب تعالوا نشوف بقى، انا عندي نوعين من السكين، الصوره هنا فيها السين سكين اللي على اليمين والسيك سكين اللي على الليفت سايد. طب السين سكين ده اللي احنا بنشاور عليه، اهم حاجه تعرفوها ان هو بيبقى فيها، شايفين ده هير، هير شعرايه اهي، وجايه من حاجه اسمها هير فوليكلز، وبيفتح فيها حاجه اسمها سبيشال جلاند. الثلاث حاجات دول مش موجودين هنا، مش موجودين في السيك سكين، لكن ممكن الاقي في السيك سكين سويت جلاند. طب تعالوا نشوف الفرق بينهم. اولا السيك سكين ده موجود في البالم والسول، السين سكين في كل جسمي ما عدا البالم والسول. السيك سكين بيبقى الابيديرم نفسه فيري سيك، لو قارنته بالسين سكين هقول سيكر والسين سكين سينر. طيب سكر وسينر، طيب الخمسه لاير بقى اللي موجودين، اول لاير البزال بتفضل زي ما هي لانها وان لاير، بعد كده السباينوزم بتبقى اقل شويه، لكن يهمني بقى ان الجرانيولوزم بتبقى ويل ديفلوبد لكن بتبقى اقل قوي في، او نوت ويل ديفلوبد في السين سكين. الكورنيوم برضو بتبقى مور سكر عن الاي سين سكين. في عندي طبقه بتختفي خالص في السين سكين اللي هي مين، الستريتم ليوسيدم، هي موجوده في السيك سكين وقلناها في السيك سكين لكن هي ابسنت او نوت ابيرنت في السين سكين. حاجه كمان، انا لما باجي اعمل بصمه صوابع بعملها ايه؟ بعملها في السيك سكين. يبقى السيك سكين بيبقى فيه كاركترستيك فينجر برينت، فينجر برينت، والفينجر برينت قلنا دي نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا عندي ابيديرمال بابيلي جايه من فوق اللي هو شفناها في الصوره في السلايدز اللي فات، وديرمال بابيلي جايه من تحت، فالاتصال بينهم ده بيديني، بتبقى حاجه يونيك كاركترستيك لايه، كل شخص. طيب لكن طبعا السين سكين ما اقدرش اعمل بصمات عليه. الديرم بقى زي ما اتفقنا، طبعا السين سكين ده بنسميه الاسم الثاني هيري، يعني فيه هير، يبقى فيه هير والهير فوليكل والجلاند اللي بتفتح فيها سبيشس جلاند. هل في سويت جلاند؟ اه بس اقل. امال سويت جلاند موجود فين؟ اكتر في السيك سكين. يبقى انا بقول الديرم عندي ما فيهوش لا هير ولا هير فوليكل ولا سبيشس جلاند، لكن طبعا في سويت جلاند. زي ما قلنا قبل كده الريسبتورز، الريسبتورز موجوده اكتر في السيك سكين، وخاصه الميزنه بتاع التاتش، لكن تبقى فيه في السين سكين. عكسها الالاستيك فايبر، الالاستيك فايبر بيبقى اكتر في السين سكين. طيب احنا اتفقنا، احنا قلنا مثلا لو ده البيزمنت ميرور اللي انا بشاور عليه، دي الاستريتم بيزال، وبعد كده الاقي سباينوزم، بعد كده ادي مجموعه الجرانيولوزم، بعد كده اليوسيدم، بعد كده كورنيوم، ده السيك سكين. طيب كل الخلايا اللي بيبقى فيها يعني البروتين ده اللي بيتحول بعد كده الكرياتين فوق اسمها كرياتينوسايتس، لانها بتشارك في تكوين الكرياتين، لكن عندي 15% من الخلايا لها اذر فانكشن اللي هم الثلاثه دول بسميهم نون كيراتينوسايتس. يبقى دول موجودين فين؟ في الابيديرم. طب تعالوا نشوف، اول حاجه هنشوف كده اول خليه اسمها ميلانوسايتس، من اسمها دي خليه الفانكشن بتاعتها انها بتكون الميلانين بيجمنت، والميلانين بيجمنت ده مهم جدا طبعا عشان بيحمي النيوكليس اثناء الديفيجن. طيب انا عندي هبص الاقي اهي، شايفينها هي بتبقى موجوده في الستريتم بيزال، الطبقه دي اهي، وهنا مكبرينها في الصورة، هي عبارة عن خلية راوندد ولها بروسس، والبروسس بيطلع ميلانين وبيطلع لي ايه، لكل الخلايا اللي فوقيها. الخلية التانية موجودة في الستريتم سباينوزم، ودي ستارت شيب اهيت، ودي زي ما قلنا لها علاقة بالاميونيتي او انتجين بريزنتنج سيلز، وعرفنا يعني ايه انتجين بريزنتنج سيلز. الخلية التالتة موجودة عند الستريتم بيزال اهيت اهيت، ومكبرينها هنا في الصورة دي، هي عبارة عن خلية زي الكيراتينوسايتس، بس الفرق بينها ان فيها ايه، فيها سنسوري نيرف تحت، فبالتالي
بتبقى لها sensory function. السبيشال سنس، السبيشال سنس هناخد منه الاي وهناخد منه الاير. طيب تعالوا كده نشوف الاي. الاي دي اللي هي موجوده في الاي بلوك بتتكون من ايه؟ الوول بتاعها، انا بتكلم على الوول من بره، بيتكون من 3 كوت. اول كوت بقول عليه external كوت. الاكسترنال كوت خدوا بالكم، ادي عندي من الاول اهو اللي قدام ده اللي هو لونه هنا جراي، ده عباره عن ايه؟ ده الطبقه الخارجيه خالص، اكتر حاجه من بره، عباره عن كورنيا وعباره عن سكليرا. يبقى لما اشوف الطبقه اللي بره خالص دي هلاقيها حاجتين، هلاقي الكورنيا، والكورنيا دي عباره عن ايه؟ عباره عن anterior بارت، بيبقى حوالي السدس من الايه الكود كله، وده ترانسبيرنت لان الضوء هيدخل فيه خلاص. لكن السكليرا من بره عكسها بقى، بتبقى بقيه اللاير يعني الخمس اسداس بس بتبقى ايه؟ اوبيك. تمام، يبقى الجزء الاولاني ده اللي زي ما قلت لكم في المحاضره اللي لو حد بيلبس كونتاكت بيحطها عليه بيبقى ايه؟ بتبقى دي ترانسبيرنت اللي هو الايه السدس الاولاني، والخمس اسداس اللي ورا دي اسمها سكليرا. طيب اللاير الثاني اللي هو ايه؟ الميدل لاير اللي هو بسميه فاسكولار لاير، يعني فيه بلاد فيسل كتير، من اسمه اهو في بعض الكتب بيقولوا عليه يوفيال تراكت او بقول عليه الميدل كوت. ده مهم قوي لانه بيعمل لي نيوتريشن ولايت بروف. طيب هو عباره عن ايه؟ هنجيبه بقى اول حاجه عباره عن الكرويد. ادي الكرويد، شايفين الميدل لاير اللي هو اللي واخد اللون البينك ده، ادي الكرويد اللي هي دي. طيب دي طبعا فاسكولار وبيجمنتد. الكرويد بتيجي بعد كده تاني حاجه اللي هي دي السيلياري بودي، سيلياري بودي، وده اللي هو الايه اللي في النص الانترميديت، بيديني شايفين اللي في الصوابع اللي طالعه دي، دي عباره عن اسمها ايريس اللي هو الدايفراجم بتاع الاي. يبقى انا عندي الميدل لاير ثلاث حاجات، الكرويد ده البوستيريور بارت، وده فاسكولار وبيجمنتد، السيلياري وده الانترميديت بيبقى فيها طبعا زي ما احنا شايفين هنا الحته دي كده عباره عن زونيون بيبقى ماسك لي في اللينس، والايرس بقى اللي هو الجزء الانتيريور ده اللي هو بيديني لون العين، ده بيجمنتد، بيجمنتد هو ده ايه اللي مسؤول عن اللون بتاع العين نفسه، وبيبقى جواه في النص كده ما يسمى البيوبل. البيوبل دي اللي هي الايه اللي هو نني العين خلاص، الفتحه دي. هشوف بقى الانر لايرز، ده مهم جدا، ده النيرفس لاير اللي هو الريتنا الشبكيه، ده بيتكون من ايه؟ الجزء عندي اللي هو الاصفر ده بيتكون من الريتنا، ودي مهمه جدا اللي هي الاوتر بارت. الريتنا دي اللي هي كل الاصفر ده، وزي ما قلنا في المحاضره دي العشرة لايرز بتختلف امبريولوجيكالي، فبيقسموا الجزء اللي بره ده كل ده اللي بقول عليه اوتر layers اللي هو النون فاسكولار اللي هو البيجمنتد لاير اللي هي طبقه واحده، والانر اللي هم بقيه الطبقات كلها دي اللي هي ريتنا بروبر اللي هي اخر لاير فيها بيجمع لي الفايبرز ويطلع لي الايه الاوبتيك نيرف. تمام كده، اللي هو الاوبتيك نيرف هيطلع منها من هنا. طيب عايزين نشوف قبل ما نتكلم على الميكروسكوبيك ستراكشر بتاع سام بارتس للاي، عايزين نشوف ايه الكافيتس اللي عندي. عندي اول كافيتي اللي هو ده اسمه ايه؟ anterior chamber. الانتيريور تشامبر ده اللي هو ده بيبقى فيه ايه؟ الانتيريور تشامبرز شايفين اهوت اللي هو المنطقه دي، المنطقه دي كلها اللي انا بعمل عليها اسئله اللي فيها اكواس هيومرز، اللي هو لو خدنا الديامتر بتاعها اهو اللي هو عليه السهم ده من هنا لهنا، يعني ايه؟ يعني هيبقى الكورنيا قدامه وورا هيبقى الايه الايريس واللينس. طب البوستيريور تشامبر، البوستيريور تشامبر اللي هو ايه ده اهو اللي هو ده اللي هو بين ايه وبين ايه؟ بين الايريس وبين اللينس وبين الليجامنت اللي هيمسك لي في اللينس ده، ده اسمه بوستيريور تشامبر. سواء كان انتيريور تشامبر او بوستيريور تشامبر فيها ايه سائل مائي كده اسمه اكواس هيومر، وده له سيركيوليشن زي ما قلت لكم في المحاضره، له سيركيوليشن ولو يعني ايه طريقه في الافراز، ويحصل ولو حصل فيه مشكله بيديني مرض خطير اسمه جلوكوما، بيرفع ضغط العين. طيب امال بقى اللي ورا ده، اللي ورا ده بقى
اسمه ايه، كل الكافيتي ده اسمه ايه، اسمه فيتراس سبيس، وفي سائل زجاجي اسمه الفيتراس هيومر. الفيتراس هيومر ده اللي هو السائل الزجاجي اللي موجود هنا في المنطقة دي، وبيبقى جيلاتينس شوية يعني له فيسكوزيتي وبيملأ لي السبيس ده. طيب تعالوا كده بصوا، ادي اللي بره خالص ده الاوتر كوت اهو اللي احنا قلنا عليه، دي رسمة دايجرام لو كونيال سكليرا. بعد كده اللي لونه ازرق ده الميدل كوت اللي هو السيلياري بودي والايريس ومن ورا الكرويد. الجزء الاحمر دوت اللي هو الريتينا واللي بيتجمع الفايبرز بتاعته يديني اوبتيك نيرف. طيب اللي هناخد الاستراكشر بتاعها هما حاجتين، الكورنيا والايه والريتنا. الكورنيا دي عباره عن ايه، الجزء من الايه اللي هو الانتيريور 1/6 من الاوتر كوت اللي هو الفايبرس كوت اللي هو موجود بره. اهم حاجه تعرفوها فيها ان هي افاسكولار. يعني ايه افاسكولار؟ يعني ما فيهاش بلاد فيسل. فاكرين الكارتليج كان برضو افاسكولار بس هايلي انيرفيتد، اللي بيقرب من اي حد من عينيه، او حتى انت تيجي تحط لنفسك قطره كده تبص تلاقيك على طول غمضت عينك لان فيها نيرف عالي قوي. طب لما بنيجي نحفظ اللايرز بتاعتها عشان ما نتلخبطش، اول لاير من فوق دي ابيسيليوم، كل دي عباره عن ابيسيليوم، واللاير الاخيره خالص اندوسيليوم. يبقى انا عندي فوق ابيثيليوم وتحت اندوسيليوم. الابيثيليوم ده ستراتيفايد سكويماس نون كيراتينايز، والاندوسيليوم سيمبل سكويماس. يبقى انا عندي الاندوسيليوم تحت سيمبل سكويماس، هيبقى تحتيه على طول الاكواس هيومر، ومن فوق ستراتيفايد سكويماس نون كيراتينايز. طيب بعد كده هلاقي فيه ممبرين فوق وممبرين تحت جنب الابيثيليوم وجنب الاندوسيليوم. الممبرين اللي فوق دوت اسمه باومانز ممبرين، وده بيبقى فيري سيك شويه دوت. وده ايه يعني ايه ممبرين؟ يعني شويه فايبرز بارر تو ايتش اذر وما فيهاش سيلز، وده بيبقى سيك. خلاص حتى قلنا نرتبه الفابيتك عشان ما تلخبطش، اللي فوق هو الباومانز. اللي تحت الديسمنت ده برضو اسيلولار سيك هوموجينيوس، بس برضو ايه الفايبرز اللي فيها ارفع شويه، يبقى فاين فايبرز كولاجين فايبر. امال ايه اللي في النص ده كله بقى 90% منه اللي هو كل ده اسمها ستروما، او بنقول عليها سبستانشي ابروبريا، وده 90% من السيكنس بتاع الكورنيا. وده مهم جدا جدا جدا، في فايبرز وكلها ريجولاري. يعني ايه ريجولاري؟ علشان ده سبب من اسباب الايه ترانسبيرنت ريجولار باندل من الكولاجين، وبيبقى الكولاجين دي لازم يكون جنبيها ايه الخلايا اللي هتفرزها اللي هي الفايبروبلاست. والفايبروبلاست ايه موجوده زي ما احنا شايفين اهي، بسميها ايه، بسميها كورنيال كورباسكل، وفي شويه الاستيك فايبر. يبقى لما اعدهم كده هقول إيه اول حاجه من فوق خالص رقم واحد ستراتيفايد سكويماس نان كيراتينايز ابيسيليا، نمره اتنين باومانز ميمبرين وده نان سيلولار وفيري سيك كولاجين فايبرز. طيب بعد كده الاستروما او سبستانشيا بروبريا 90%، ودي بتبقى عباره عن ريجولاري باندل كولاجين فايبرز مع شويه ايه الاستيك، وبينهم الخليه بتاعتي اللي هتفرزهم اللي هي الفايبروبلاست اللي بسميها كورنيال كورباسكل. طيب بعد كده هلاقي الديسمت ميمبرين، ده بيبقى برضو نون سيلولار بس الكولاجين بتبقى فيه فايبرلز مش فايبر، يعني بتبقى ارفع. اخر حاجه الاندوسيليوم اللي هو سيمبل سكوينز. الكورنيا دي بتبقى ترانسبيرنت شفافه عشان تسمح بالضوء انه يعدي، وعشان ترانسبيرنس لها اسباب الترانسبيرنس ان ما بيمشيش فيها بلاد فيسل، يبقى absence of vascular blood vessel. الفايبرز اللي فيها كلها regular collagen fibers اللي فيها بالذات في الاستروما كلها بتاع regular arrangement او parallel to each other، ولو قارنتها بالنسبة للstructure اللي حواليها تبقى relatively dehydrated. طيب الريتنا عشان نحفظها سهلة عليكم، انا عندي عبارة عن 10 layers. العشر layers دول انا بعدهم from out side to inside. تعالوا نشوف احنا زي ما قلنا في المحاضرة هنحفظهم، نقول اول ثلاثة اللي بينتهي او نهايتهم عبارة عن ممبرين، انا بشتغل من بره يبقى external limiting membrane. اخر ثلاثة هيبقى اخرهم برضو ممبرين بس هيبقى internal limiting membrane. طيب تعالوا نعد كده، هعد من بره لجوه. اول حاجة دي البيجمنتد ابيثيليوم، بعد البيجمنتد ابيثيليوم شايفين كل دي عباره عن فوتوريسبتور طويله بتاخد اكتر من لاير، فهاخد الجزء بتاعها اللي هو الايه الرودز والكونز اللي موجوده عندي هنا، ده تاني لاير اللي هي الايه الاوتر سيجمنت بتاعته فوتوريسبتورز يعني.
طيب بعد كده هلاقي الممبرين بقى، الممبرين ده بيبقى سينابس بين سيلز وبعضها اللي هو الاوتر ليميتنج ممبرين. يبقى اول حاجه ثلاثه عندي البيجمنتد ايبيثيليوم، الرودز والكونز، والاكسترا ليميتنج ممبرين. طيب بعد كده في عندي اربع لاير، منهم واحد نيوكليير وواحد سينابتك، واحد نيوكليير وواحد سينابتك. يعني ايه؟ يعني بلاقي في عندي شايفين النيوكليوس دي اهو، اللاير ده اسمه ايه؟ اسمه نيوكليير لايرز، وفي لاير تحت هنا اسمه برضو نيوكليير لايرز، لكن ده بره وده جوه، فبقول اوتر نيوكليير لايرز اللي هي فيها النيوكلاي بتاع الرودز والكونز اللي هو ده، وبعد كده ده بسميه انر نيوكليير لايرز اللي هو فيه النيوكليوس بقى بتاع الخلايا التانية اللي هي الباي بولر والهوريزونتال والايه والحاجات دي كلها. يبقى انا عندي اتنين نيوكليير لايرز، واحد اوتر واحدة انر. طيب بينهم هيبقى فيه ايه؟ بينهم هيبقى فيه سينابتك لاير. ادي اول سينابت اهو، سينابس يعني خلايا هتتصل بخلايا، وادي تاني سينابس اللي هو خلايا هتتصل بخلايا. طب تعالوا نعد بقى الاربعه بالترتيب. هقول ايه؟ هقول اول حاجه اوتر نيوكليير لايرز اللي هو ده، بعد كده اوتر سينابتك لاير، بعد كده انر نيوكليير، انر سينابتك. الاوتر نيوكليير فيه النيوكلياي بتاع الرودز والكونز، والانر نيوكليير فيه النيوكلياي بتاع الاذر سيلز اللي هي الايه؟ البايبولر والاماكراين والهورزونتال. طيب الثلاثه الاخرانيين بقى بنقول ان هم عباره عن ايه؟ عباره عن خليه، شايفين الخليه دي؟ خليه كبيره كده نيرف سيلز اسمها جانجليون سيلز، وبيطلع منها الفايبرز دي اللي هي هتكون لي الاوبتيك نيرف فايبرز، الفايبرز دي، وبعد كده الايه؟ الليميتنج ممبرين اللي هو تحت خالص. يبقى لما عدهم عباره عن ايه؟ ثلاثه لير اخرهم ممبرين، وبعد كده ثلاثة الأخرين آخرهم ممبرين. طب تعالوا إحنا بنعد من بره، يبقى بيجمنتد إبيثيليوم، أوتر أوتر سيجمنت رودز وكونز، إكسترنال ليمتنج ممبرين. الأربعة اللي بعد كده أوتر نيوكلير، أوتر سينابت، إنر نيوكلير، إنر سينابت. بعد كده الجانجليون سيل لايرز ونيرف سيل فايبرز اللي هي الفايبرز بتاعتها الأكسون اللي هتعملي الأوبتيك نيرف، وبعد كده الإنترنال ليمتنج ممبرين. هنتكلم دلوقتي على الإير. الإير دي اللي بيسموها فيستيبيولو كوكلير أباريتس، أو هنتكلم فيها على ريسبتورز مهمة جدا اللي هي الأوديو ريسبتور بتاع الهيرنج السمع، والفيستيبيولر أورجنز بتاع الإيكوليبري. يعني الإير بتاعتنا مش للهيرنج فقط، ده لها إيه؟ لها فانكشن مهمة جدا، وفيها ريسبتورز، والريسبتورز دي بيطلع منها نيرف اللي هو كرينيال رقم 8 مهم جدا اسمه فيستيبلو اوديتوري نيرف، يعني جزء فيستيبلر وجزء ايه؟ هيرنج. هي بتتركب من ايه؟ بتتركب اول حاجه من 3 ريجون. الجزء اللي بره ده لغايه الدرام ده اسمه الاوتر الاوت او اكسترنال اير. يبقى من اول هنا اهو كده اهو كده الجزء، المنطقه دي اسمها اكسترنال اير. يعني ايه اكسترنال اير؟ بتتكون من ايه؟ بتتكون من 3 حاجات، الاوركل اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو الالاستيك كارتريج، والتيوب دي اسمها اكسترنال اوديتوري ميتس، واخرها هنا الدرم اللي هي طبله الاذن او التمبانيك ممبرين. بعد كده هلاقي في المنطقه اللي في النص دي، المنطقه اللي في النص دي كده اهو، ده اهي كده اهو، دي كده اهو اللي بالاخضر دي اسمها الميدل اير. الميدل اير دي فيها بونز، فيها 3 بونز، وفيها ماسلز، وفيها اوبننج بقى راوند اوبننج والاوفال وكده. طيب الانر اير بقى اللي هي الايه؟ اللي هي في الاخر دي، اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي بتحتوي على الريسبتورز، اللي هي فيها نوعين من الريسبتور، نوع للسمع اسمه هيرينج بارت او اوديو ريسبتورز، والنوع للايكوليبريم اللي هو الفيستيبلر ريسبتور. اول حاجة نتكلم عليها الاكسترنال اير. الاكسترنال اير زي ما اتفقنا اول حاجة دي اللي هي الاير بينا، والاير بينا دي الاستيك كارتريج ومتغطي بسكين. طيب ايه فايدته؟ فايدته زي الميكروفونات كده، بيبقى زي فانلز، هي كولكت ساوند عشان توصلها لي فين؟ الاكسترنال اوديتوري ميتس. تاني حاجه الاكسترنال اوديتوري ميتس دي اللي هي فيها الالم، اوعوا نحط فيها الم، ده محطوط بس عشان نعرف الباس واي. ده بيبقى ايه؟ الطريق لغايه ما ايه؟ ما بقفل بالتمبانيك ميمبرين او ما يسمى الاير درام اللي هي طبله الاذن. طيب القناه دي او التيوب دي بتبقى فيها سكن، والسكن ده نوعه سين سكن، يبقى بالتالي هيري وفيه ايه؟
في الجلاند بتاعتي اللي هي السبيشيس جلاند، لكن فيها نوع من انواع الجلاند اسمها سيرمينس جلاند. ايه السيرمينس جلاند دي؟ دي عبارة عن موديفايد سويت جلاند، بدل ما تفرز سويت هتفرز لي واكس اللي هو الشمع اللي بن ايه بننضفه لما بيزيد عن حده في الودان. يبقى فيها سين سكين وفيها الايه السيرمينس جلاند. طيب الجزء الاوتر يمة الاير بينا ده بيبقى كارتليجينس، الجزء الانر ده بيبقى خلاص دخل ايه بيبقى له بوني وول. فايدتها ايه؟ دي مجرد قناة هتوصل لي الساوند اللي اتجمع بالاير بينا وتروح توديه للدرام. طب تعالوا نشوف الاير درام. ادي الاير درام اللي هي فين؟ ده هي اللي هي طبلة الاذن اللي هي الجزء ده. طيب الاير درام دي اللي هي بسميها التمبانيك ممبرين، دي عبارة عن كونكتيف تيشو يعني طف كده ممبرين، والممبرين ده هيفصل لي هيبقى براه اكسترنال اير وجواه ميدل اير. يبقى بالتالي بره هيبقى متغطي بنفس اللايننج بتاع الاكسترنال اير اللي هي السين سكين اللي هي سترايفاد سكويماس ابيسيليوم كيراتينايز ابيسيليوم، وانترنالي هيبقى اللايننج بتاعه زي الميدل اير اللي هي سيمبل سكويماس ابيسيليوم. طيب ايه الفانكشن بقى بتاع التمبانيك ميمبرين او الاير درام؟ الفانكشن بتاعتها انها بتنقل لي الساوند، يعني انا خلاص الساوند عملت لها كوليكشن من الاير بينا، نقلتها بالاكسترنال اوديتوري ميتس، ده وصلت الدرام عملت فايبريشن، والفايبريشن دي انا هنقلها للميدل اير ايه العظم بتاعها اللي هي الايه اللي هو ماسك وراها على طول، شايفين اهوت لازق فيها الايه البون بتاع الميدل اير. الميدل اير بقى بيسميها التمبانيك كافيتي، ده فيها ايه؟ فيها احنا اتفقنا لها اتنين اوبننج واتنين ماسل وتلاته ايه تلاته بون. التلاته بون دي اللي هم ادي واحده اهيت هنشاور عليها، ادي واحده اهي وادي التانيه وادي التالته. التلاته بون متصلين مع بعض بايه؟ بجوينت اللي هي الساينوفيال جوينت. طيب هي الكافيتي نفسه الريجولر، يعني لا نقدر نقول عليه راوندد اللي هو ده، لا نقدر نقول عليه راوندد ولا نقدر نقول عليه اوفال، لا هو الريجولر وبيبقى فاتح لي انتيرولي مع النيزو فارنكس بحاجه اسمها اوستيكيان تيوب عشان تعمل لي ايكوليبرام تظبط لي البريشر جوه وبره. طيب الميدل اير كل اللايننج بتاعها سيمبل سكويمس، يبقى انا عندي الاكسترنال اير كانت ستراتيفايد سكويمس، الميدل اير سيمبل سكويمس. طيب الميدل اير فيها ثلاثة بون، البون بتاعتها بيسموها على حسب شكلها، كلها ادوات من ادوات النجاره زي ما قلنا، ودي اسمها الميلس والانكس والستيبس، لكن كلهم زي ما قلنا متصلين ببعض بايه؟ بسينوفيال جوينت. عندي بقى في اتنين ماسلز، واحده حمراء اهي صغنونه دي والواحده دي، الدي اللي هي جنب الستيبس اسمها ستابيدياس ماسل، ودي اسمها تنسور تيمباناي اللي هي قريبه من ايه؟ شايفين الازرق ده؟ انا كده الفيو بتاعي اهو الازرق ده، يعني ده الميدل اير وراها كده وراها هتبقى الايه؟ الاكسترنال اير، لكن انا ادي الاير دروب الازرق ده وعليه البون. الجزء ده اللي قريب من التيمبانيك ميمبرين العضله دي اسمها تنسور تيمباناي، والعضلتين دول مهمين بيظبطوا لي يعملوا ريجيريشن للساوند كوندكشن عشان ما يحصلش يعني يوصل اكتر او اقل من اللازم. الانر اير بقى اللي بيسموها لابريانس، كلمه لابريانس زي ما قلت لكم في المحاضره يعني متاهه، يعني الانر اير دي فيها حاجات مهمه كتير جدا، فيها الفيستيبلو كوكلير ابريتس او الريسبتورز بتاعتي. طب تعالوا نشوف، شايفين انا عندي هنا في حاجه كده شكل القوقعه، وادي عندي كانالز او زي حرف سي كده بنقول سيمي سيركلر كانال، يعني مش مكمله دايره كامله، ثلاثه هم ادي واحد اتنين ادي ثلاثه وبينهم في مكان الاتصال بينهم. الجزء دوت اللي عامل زي القوقعه اسمه كوكليا، القنوات دي اللي هي شكلها عامل زي حرف سي مش مكمله دايره كامله اسمها سيمي سيركلر كانالز، المسافه بينهم اسمها الفيستيبيول. لما ناخد بالنا انا عندي ايه؟ عندي شوفوا الحته المقطوعه دي في حاجه لونها روز او بينك فوشيا اهي جوه، يعني انا لما اجي اشوف كل الاباريتس ده اللي هو الفيستيبلو كوكليير اباريتس عباره عن اجزاء من بره فاتحه وجواها الجزء الغامق ده، اللي فاتح ده بوني بارت فيه كالسيوم فبسميه بوني لابريانس. الجزء اللي جوه ده
ما فيهوش كالسيوم ميمبرينس، فبسميه ميمبرينس لابرينس. يبقى اللابرينس عندي او الانر اير بتتكون من حاجتين، بوني لابرينس وميمبرينس لابرينس. البوني وده موجود جوه في البتراس بون. البوني لابرينس بقى عباره عن ثلاث حاجات، الجزء ده اسمه كوكليا، ده عشان الايه؟ عشان السمع، هيرنج. وجواه الممبرينس بارت بتاعه هنسميه ممبرينس كوكليا او كوكليار داكت. طيب الجزء اللي بيوصل لي بين الكوكليا والسيمي سيركلر كانلز اللي هو عباره عن الايه، الجزئين دول، الجزء ده وده اللي هو الفتحه اللي دي كلها، عباره عن اسمه فيستيبيول. الفيستيبيول ده فيه حاجتين، فيه الجزء ده والجزء ده. الجزء عندي اللي هو متصل بالسيمي سيركلر كانلز وجزء متصل بالكوكليا، بسميها اليوتركل والساكيول. طيب الثلاث قنوات دول بقى اسمهم سيمي سيركلر كانلز، وعشان هم بني بسميهم بني سيمي سيركلر كانلز. وكل ده جواه ايه؟ ميمبرينس بارت زي ما هنقول عليه دلوقتي. السيمي سيركلر كانلز زي ما قلت لكم كلها عموديه على بعضها، واحده ماشيه لاترالي وواحده لفوق كده سوبيريور وواحده ورا بوستيريور، وكلها ايه؟ رايت انجل على بعضها ومتصله ببعضها. جواها ايه؟ جواها السيمي سيركلر كانالز اللي هي الممبرينس. يبقى دي جواها الممبرينس سيمي سيركلر كانالز اللي هي الممبرينس بارت، الفيستيبيول اللي هو البوني بارت، جواه اليوتركل والساكيول اللي هو الممبرينس، والكوكليا فيها الكوكليار داكت او الاسم الثاني بتاعها الممبرينس ايه؟ كوكليا. طيب الممبرينس لابرينس بقى في عندي ايه؟ في عندي هو عباره عن ممبرينز اللي هو لونه ايه الغامق ده، ممبرينز ثلاث حاجات جوه الكوكليا هسميها كوكليار داكت، وهقول عليها كوكليار داكت او ممبرينس كوكليا. اللي جوه الفيستيبيول هقول عليها يوتركل وساكيول، اللي جوه السيمي سيركيولار كانال هقول عليها سيمي سيركيولار داكت او ممبرينس سيمي سيركيولار داكت. الممبرينس لابرينس دي بتبقى جواها سائل وحواليها من بره سائل، اللي جواها سائل اسمه اندوليمف. يبقى الممبرينس دي عبارة عن تيوبز وساك كلها مع بعضها متصلة ببعضها، جواها سائل اسمه اندوليمف. اللي حواليها من بره اللي هو جوه البني ده بريليمف. البريليمف اللي هو بره، يعني انا الممبرينس دي جواها سائل وبراها سائل، اللي جواها ده اللي هو جوه الممبرينس اندوليمف، اللي براها يعتبر جوه البوني بار، البوني اللي هو اسمه البيري لينف. والبيري لينف دوت ده ايه؟ بيبقى زي السي اس اف بس البروتين فيه اقل. الممبرينس بقى ايه هما؟ زي ما قلنا اليوتركل والساكيول ده الجزء الممبرينس اللي جوه الفيستيبيول، السيمي سيركلر داكت ده جوه الايه؟ السيمي سيركلر كانالز، وده بيبقى طالع لي من اليوتركل، يعني الجزء ده كده اللي طالع منه السيمي سيركلر كانال اسمه يوتركل. طيب الكوكليار داكت ده بيبقى طالع لي من الساكيولز، يعني انا الفيستيبيول ده في النص زي صاله كده، بيطلع منها حاجتين، يطلع منها في جنب الكوكليا والجنب الثاني السيمي سيركلر كانلز. الجزء اللي طالع منه السيمي سيركلر داكت اسمه يوتركل، الجزء اللي طالع منه الكوكليا اسمه الساكيول، والاثنين موجودين فين؟ في الفيستيبيول. طيب جوه الكوكليا بقى من جوه في حاجه اسمها الريسبتورز اسمها الاورجان اوف كورتي، لكن جوه الفيستيبيول وجوه السيمي سيركلر كانلز دي حاجات لها علاقه بالفيستيبيولر، يعني انا عن او الايكوليبري، يعني انا الجزء اللي خاص بالسمع جوه الكوكليا، لكن الباقي كله سواء كان سيمي سيركلر كانلز او اليوتركل والساكيول، سيمي سيركلر داكت واليوتركل والساكيول جواهم ايه؟ جواهم حاجات لها علاقه بالايه؟ بالاتزان بتاعي. يبقى انا عندي هنا اليوتركل والساكيول جواه ريسبتور، الريسبتور اسمها ايه؟ اسمها ماكيولا. ماكيولا فبيقولوا عليها لو كانت في اليوتركل بقول عليها ماكيولا يوتركلاي، لو كانت في الساكيول هقول عليها ماكيولا ساكيولاي. طيب اللي موجوده في السيمي سيركولار كانال، السيمي سيركولار كانال بتيجي هنا تتسع وتديني حاجه اسمها امبولا، امبولا يعني حاجه متسعه، واللي جواها دي اسمها الريسبتورز بتاع اتزان اسمه كريستا امبيولارز. يبقى انا عندي لما يجي لي سؤال ايه هي الريسبتورز اللي موجوده في الانر اير، هقول اورجان اوف كورتي، ماكيولا يوتركلاي، ماكيولا ساكيولاي، اند كريستا امبولارز. طب لو قال لي ايه هي الريسبتور بتاع الايكوليبريم او الفيستيبولار بارت، هقول كله ما عدا الاورجان اوف كورتي، لان اورجان اوف كورتي دي هيرنج.
بكده نكون خلصنا السكن واللي هو الانتجمنتري سيستم والسبيشال سينس، خدنا منها الاي والاير. وشكرا لاستماعكم.